مكملين معكم بآخر فقراتنا الحوارية. رح نتحدث عن الطفل العنيد وصفة العناد هي لا تكون بالوراثة. هناك بعض العوامل البيئية وأيضا أسلوب التصرف مع الأهل سواء الأب أو الأم، كيف نقدر نسيطر عليه وما يكون له تبعات. رح تحدثنا عن هالموضوع روان أبو عزام. صباح الخير روان. صباح حضرتك خير. أخصائية تربوية في مرحلة الطفولة. صباح الخير وكل عام الأمة العربية والإسلامية بألف خير. وأنت بألف خير يا رب. أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير. روان، الطفل العنيد يعني لحالها هي عنوان وهي بتحكي عن حالها. يعني كثير يمكن من الأهالي بيشكوا من هذا الموضوع، وفي وقتنا الحالي عم بتزيد نسبة الأطفال العنيدين مش عم بيقل. يعني فأحكي لنا أكثر، يعني تعريفك للطفل العنيد، مين هو الطفل العنيد بالضبط؟ أهلا، من كان ناخذ أو ببداية كمفهوم العناد، ما معنى مفهوم العناد؟ هو العناد هي فكرة مرحلة عمرية بمر فيها الإنسان. لما نحكي عن مرحلة معناته من الضروري والطبيعي أن يمرق فيها الإنسان، فهو مرحلة قبل أن يكون سلوك. كيف؟ لأنه بداية خلق يعني الإنسان، بداية خلق الإنسان أو بداية طفولة الإنسان ما بيكون عنده الأنا، أنا هو أمه. فبلجأ أنه دائما أنه كيف بده لو يوصل لحد السنتين ببلش أنه بده يبلش أنه يثبت ذاته، ولازم أنه يثبت ذاته، ولازم أنه كمان أنه يحاول أنه يوصل للاستقلالية في شخصيته. فهون بتبلش، فهي اللغة الوحيدة اللي يمكن يستخدمها الطفل ليثبت أنه هو موجود والحصول على الاستقلالية هي لغة العناد. بسموها البعض لغة اللا أو لغة الضد أو حتى مرحلة أو عمر المراهقة البدائي، اللي يعني هي فترة بدائية عند الطفل لازم يمر فيها. طب روان، لما نحكي عناد من أي عمر؟ إذا عم نحكي هي مرحلة من المراحل اللي بيمر فيها الطفل وهي أمر طبيعي مبدئياً، من أي عمر ممكن نلاحظها؟ هي بتبلش من لما تبلش إنه الولد يستقل عن أمه، يحس حاله إنه هو بده يعني يعتمد على نفسه، يعتمد على ذاته. هلا هون بيكون في محورين، بتبلش من عمر السنتين لما تبلش تتكون شخصية الطفل. هلا هون بيكون في محورين عند الأم، يا إما بتعاند، بتبلش مع الأم إنها تعاند مع الطفل، وبالتالي بصير الطفل كتير اتكالي وبيستسهل أمور إنه دائما متكل على أمه، معتمد على أمه، أو إنه بياخد الأمور الثانية إنه بتمرد وبيصير عنيد بزيادة. فهو إنه مرحلين يعني التنتين لازم الأم إنه هي تختار إنه لازم تكون تتعامل مع العناد بأسلوب حلو سهل عشان ما نوصل لهدول المرحلتين. إنه يعني عدم شخصية للطفل وما في قوة عنده لشخصيته، أو إنه الطفل يكون طفل متمرد وهذا الطفل هذا إشي يعني برضو سيء لشخصية الطفل. تمام. طب إذا بدنا نحكي أسباب العناد روان، يعني ليه الطفل ممكن يكون عنيد؟ ليه ممكن يطلع عندي طفل عنيد وفي طفل ثاني بنفس العيلة ممكن يكون يعني بسايس زي ما بيقولوا، متساهل وبياخذ وبيعطي مع الأم، ولكن طفل ثاني عنيد كل شيء بدأ؟ إذا كان صار إنه العناد كسلوك للطفل هو بيكون سلوك مكتسب نتيجة هيك عدة عوامل. إحنا الأهل على فكرة أوقات يعني كتير بنحكي عن أن نبلش مثلا بالبداية أوامر الكبار، كيف مثلا أنه بتلاقي الأم أنها بتكون غير واقعية وبتأدي إلى نتائج يعني سلبية. مثلا أنه الأم، نعطي مثال عشان نوضح للمشاهدين، بدها تلبسه جاكيت للمدرسة، وهذا الجاكيت أنه هو بعيق حركته، رافض أنه يلبس الجاكيت. بس هو لازم يلبس الجاكيت من هاي روان؟ لا، بس هو مثلا أوقات أنه هو بنظر أنه بعيق حركته في الرياضة أو ما بيخليه يفوز بالرياضة. مثلا هذا السيناريو أنت ذكرتيه جدا واقعي، برافو. يعني شو التصرف الصحيح لما هو الطفل ما بده يلبس الجاكيت والأم خايفة عليه يبرد؟ شو التصرف الصحيح بيكون بهذا الموقف؟ هو ليش بيكون رافض أوقات إنه يكون لابس الجاكيت؟ يا إما إنه بعيق حركته أو إنه مثلاً هو مخالف للزي المدرسي أوقات. الأهالي ما بدركوا أبعاد هاي القصة. شو الأهل الطفل لازم يعملوا؟ لازم الطفل إنه ننسحب بهدوء ونتركه إنه هو إنه يختار، إنه نعطيه بديل إذا في مجال. إنه طب بتحب تلبس هذا الجاكيت إنه لون تاني مثلاً؟ لون تاني. الطفل إذا عاند لازم تعطيه خيارات أكثر، لأنه إحنا أوقات ما بنقدر، إنه بيكون مثل مخالف للزي والأم غير مدركة إنه خايفة عليه. أوقات شو نتيجة إحنا عناد كأهل؟ كثير بنخاف على أولادنا، مثلا الدلال الزايد أو مثلا القسوة الشديدة في التعامل بتأدي إنه نخلق طفل عنيد في يعني في السلوك. يعني نمشي له حكيه، نعطيه خيار تاني أفضل، إنه إذا شفناه بس بالآخر لازم يلبس جاكيت، أوكي. بس نعطيه خيارات أفضل، هو رح يختار ورح يخف من عناده شوي يعني. لما نحكي عناد بيكون في عنا معادلة اللي هي السلطة الأبوية وعنا قرار الطفل. زي ما أنت ذكرتي إنه إحنا ما بدنا يكون طفل بالآخر مهزوز الشخصية أو معدوم الثقة بالنفس، ما بدنا طفل متمرد. فخلينا نحكي عن ردة الفعل عند الأهل لما الطفل يعند، ما بده يأكل هاي الأكلة، ما بده
يلبس هاي اللبسة، بده يضله يلعب، ما بده يروح من عند الناس، هاي المواقف اللي عم بتصير. الأب والأم بهاي اللحظات شو التصرف الصحيح؟ وكمان في حوار بين الأب والأم لازم يكون مدروس أمام الطفل. هلأ كتير مثلاً أوقات الطفل بلجأ لأنه يصمم على رأيه بتشبه بالكبار، فبتلاقي أوقات موقف من قبل حصل من قبل الأم والأب بتشبتوا برأيهم وصمموا على إنهم يفعل إنه يخلوه يفعل إشي أو إنه يأمروه بفعل شيء ما من غير ما يبرروا السبب أو الجدوى لهذا الأمر، فبتلاقي الطفل برفض زي ما تفضلتي من غير أي سبب، لأنه هو مارق عليه موقف الأهل كانوا صممين إنه يفعلوا أو يعني متثبتين في رأيهم، لأنهم ما شرحوا له لا السبب ولا الجدوى من إنه الطلب إنه القيام بهذا. تمام. طيب إحنا في معانا صور روان على الهواء، إذا تحبي تحكي لنا عنهم. إحنا حنحكي عن الطفل العنيد زي ما تفضلتي، مثلا إنه شو كيف بدنا نخلي إنه يسمع الكلام أكثر. على فكرة بس بحب أوضح على شغلة كثير صغيرة، إنه هي النسب التفاوت لتلقي التعليمات الاستماع للتعليمات عند الأطفال بتكون بنسب مثلا عمر سنة ونص بتكون تمكنه للاستماع للتعليمات بحدود 40%، في السنتين استقباله للتعليمات بتزيد لحد 60%، في الثلاث سنين بتكون 70%. فهو طفل لازم تدرك الأم أنه مش 100% رح يكون مطاع لها ماخذ التعليمات. فأنت كيف تتعاملي معه يمكن؟ هلأ مثلا بداية أنه إحنا لازم كأهل أول إشي أنه خفف كتير، معلش نحكي عن هدول الصور أول إشي. أفضلي. أوكي. هلأ إحنا مثلا أنه الطفل بتقول له أنت متعاون جدا، هاي الكلمة كتير بتعطيه هيك إنه هو فعل اندفاع، إنه فعل إنه عمل جيد كتير، وبالتالي إنه هو له القدرة على المساعدة مع الآخرين. تمام. فينا نحكي له مثلاً كمان إنه دائما الاهل بالشكوى انه من اسلوب السلوك ما عم ياكل ابني كويس، انه اكله بالمره، انه برافو انت اليوم اكلت كويس. لما تحكي للطفل هاي الكلمه انه برضه انه هيك بتحسسيه انه يعني كلمات التشجيع مهمه، كلمات التشجيع كثير مهمه مثلا، وبرضه انه بدل ما انه تلاقي حاله انه هو عمل سلوك انت اعمل على ارضائك، والارضاء الاهل بالنسبه للطفل شيء كثير كبير. طبعاً. هلا في كمان برضه انه اذا ناخذ النقطه الثالثه، هلا رح تكون معنا لحظه. طيب روان عبين ما نجهز النقطة الثالثة لأنه ما ضل كتير وقت أو صارت جاهزة عشان نعطي نصيحة أخيرة للأهل. تفضل. أوكي. هلأ كتير مثلا من لقيهم عم بيعملوا ابنك فوق الكرسي أو تحت هذا، ممكن تساعدني بعمل هاي الشغلة؟ أنت هيك صرفتي عن هذا الموضوع، جذبتي لموضوع تاني يعني مثلاً. ما تقولي له لا انزل أو إنه البعد عن الأمر والتهديد كتير أسلوب، وأنا عبتكرة بستخدمه مع أولادي دائما إنه مثلا شو رأيك نضب اللعب بهاي المكان، أحسن من روح جمع اللعب بهاي المكان، يعني أفضل بشارة أفضل حلو كلمتين بفرقوا عن بعض. والحوار كتير مثلا أوقات إنه إحنا نقلل كثير من الأوامر، الأوامر اللي بشكل دائما تاخذ للطفل هيك نسأله أفضل. هاي إيش كمان ممكن جرب معي؟ هاي أساس إنه نسحبه من الموقف اللي هو إذا كان عم بيعمل غلط، مثلا إنه ناخده لمكان تاني بإنه يعمل عمل أفضل. شكرا لك ساعدتني. دائما الأطفال بحبوا كتير تظهري لهم الشكر والتقدير، وبعمل تكون دافع لهم إنه يكررها مرة تانية. وشكرا إنك سمعت كلامي، لأنه دائما الشكوى إنك أنت ما بتسمع كلامي، فالطفل لما يشوف حتى لو منك نظرة أو ابتسامة إنك أنت راضية عن تصرفه وإنه سمع كلامك بتكون له برضو دافعية إنه يسمع. روان الكلام. بأقل من دقيقة عناد الطفل أو الموقف اللي بيعاني فيه الأهل، شفنا إحنا بدائل التشجيع ونعطيهم مثلا فعاليات أو نشاطات مختلفة أو بدائل. لما يعند لازم هم يرجعوا يعندوا أو يرجعوا يكونوا مصرين على كلامهم، إيش آخر نصيحة؟ إذا كتير عند الطفل أنا بدعو الأم دائما للانسحاب التدريجي بذكاء، وبرضو إذا كان في مثلا الأب بجانب الأم إنه إعطاء خيار من قبل الأب، يعني ما نكون التنين احنا متحاورين ومتفاهمين على نفسي، بس برضو بابا ايش بدك تعمل هاي، طب تلبس هاي، طب يكون الاب كمساعد طرف ثاني اخر. تنسحب الام بهدوء ونفس الوقت تشجعه وتحبزه بكلمات ثانيه، انا اوكي خليتك تعمل هاي اللي ببالك، بس المره الجايه بدك تسمع كلامي، بدك تعززه بشغلات كمان موقف الاهل عشان ما يكون ضعيف موقف الاهل. بس حابه انوي على شغله مثلا تقليل انه نقلل كثير من الاوامر والتعليمات. ننتبه ونقلل من كلمه لا في البيت، هاي كثير احنا بنستخدمها انه نكون بردود فعل انه عدم الاكثار من كلمه لا كثير، الدلال الزايد كثير للاطفال، برضو القسوه الزايده، كلها عوامل بتخلي انه نخلق طفل عنيد. 100% حبيت مدخل مختلف للتربيه. يعني هي بنبدل كلمات ولكن احنا المستفيدين، لانه عن جد موقف العند مع الطفل اوقات بدايه حتى الام يعني، فخلينا احنا كمان نغير. فبدنا نتشكرك كثير روان، شكرا لوجودك معنا، اهلا وسهلا فيك. شكرا روان. شكرا على المتابعه، لا تنسوا تشتركوا بالقناه لتشوفوا كل شيء جديد.